الأستاذ طارق الأدور، طبعا الناقد الرياضي الكبير والصحفي الكبير، وعلى دراية تامة بما يحدث كمان من لوائح ومن أمور داخل الاتحاد الأفريقي وداخل النادي الأهلي وغيره. أستاذ طارق برحب بيك. اهلا بيك يا اسلام، واهلا بكل مشاهديك الكرام. قل لي، أزمة مباراة دوري الأبطال، ومش عارف حضرتك سامعني ولا لأ، والأزمة سمعت الجزء الاخير اللي انت قلته. الأزمة الحقيقية في ايه بقى استاذ صار؟ بص، هو دعنا نقول ان في فرعين للأزمة اساسيين. فرع يخصنا احنا في تأخرنا، اننا لم نتقدم للتنظيم مثلا، باننا لا ندري ما يحدث حولنا الا في اللحظات الاخيره، والدليل ان القرار اعلن في الصحف المغربيه قبل ما احنا نعرف اصلا ان مين كان دوله متقدمه للتنظيم، ومين الصراع بين مين ومين، والتصويت نظامه ايه. فاحنا اتحركنا متاخرين في المعرفة كل شيء، وكمان الاهم من كده اننا لم نتقدم حتى بعرض التنظيم. مش تقدمنا وملفنا لم ينجح، لا، احنا لم نتقدم من الاساس. فدي الثغره الاولى والكبيره واللي احنا بنتعرض ليها باستمرار. انما الجزء الثاني هو يخص الاتحاد الافريقي، لان فعلا هو انت كنت بتتكلم على عشان ناخد حقنا. انت محتاج عشان تاخد حقك ده حرفيه بالظبط، حرفيه في التعامل وفي العلاقات وفي الناس، ودي كنا احنا ناكسين فيها في بعض الفترات. ولكن احنا الان بمنتهى الامانه، انا لن اخفي سرا اننا فاشلين فيها جدا جدا جدا، فاشلين في الحصول على حقوقنا جدا، فاشلين في علاقاتنا الدوليه، فاشلين في قدرتنا على معرفه الاحداث قبل وقوعها عشان نقدر نتصرف بالشكل الصح. فده استغله الاتحاد الافريقي جيدا. وعايز اقول لك بمنتهى الامانه، بس عشان ايه ما نضحكش على الناس، انا يوم 29 كانت مباراه مصر والسنغال، وتاني يوم كل الكلام ان مصر هتشتكي عشان نعيد المباراه وكده، وبدات الناس تتكلم على اعاده المباراه. انا طلعت يوم 30 سواء في الجريده او في السوشيال ميديا بتاعتي او في كل مكان، اعلنت صراحه ان اللائحة بتقول ان تعاد المباراة في حالة رقم واحد كذا، نمرة اتنين كذا، نمرة تلاتة كذا، اذا في هذه الحالة لن تعاد المباراة، عشان الناس ما تتعشمش. لان انا كنت متأكد ان المباراة مش هتتعاد، فخلاص انا قلتها. كان ايه يوم 30 موجودة على كل البلاتفورمز بتاعتي، ان انا قلت يوم 30 ان لن تعاد المباراة. طيب النهاردة النادي الأهلي بيطالب اتحاد الكرة بالتقدم بطلب لاستضافة مباراة نهائي دوري الأبطال، هل في مواعيد محددة للتقدم بالطلب ده، والمواعيد دي انتهت ولا ما انتهتش، وهل في إمكانية ولا أنت بتثبت موقف دلوقتي، وزي ما حضرتك ذكرت من شوية إن إحنا اتحركنا متأخرين؟ لا طبعا بتثبت موقف، بس لان خلاص الطلبات ده القرار اعلن. اللي كان التقدم الاول في الطلبات ليس في عصر الاتحاد الحالي، وانما في عصر اللجنه الثلاثيه، كان في ديسمبر الماضي، كان في بدايه ديسمبر، معناها ان كان فاضل تقريبا شهر وكام يوم على فتره اللجنه الثلاثيه. ولكن اللجنه الثلاثيه انت عارف كانت مشغوله بحاجات ثانيه غير الكوره وغير التنظيم وغير الامور ديت، فطبعا انتهت الفترة بتاعت اللجنة الثلاثية دون التقدم، وكان تقدم في البداية ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، ثم بعده على طول تقدمت خمس ملاعب او اربع ملاعب اخرى. يعني كان موجود مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، وكان موجود استاد عبد الله واد في السنغال في دكار، وكان موجود استاد اكوا ايبوم في نيجيريا، وكان موجود استاد ديربان في جنوب افريقيا، وملعب وهران الجديد اللي هو هيفتتح بعد ايام عشان يستضيف دوره العاب البحر المتوسط ده في الجزائر. فالخمس ملاعب دول، بص بقى الحرفيه اللي عملها الاتحاد الافريقي، استبعد ثلاث ملاعب من البدايه. ليه؟ استاد اكوا ايبوم قال لك ده في مشكله في البنيه التحتيه وغرف خلع الملابس والامدادات المياه في الملعب وحاجات كتير كده، قال لك ده يستبعد من البدايه. استبعدوا ملعب وهران الجديد باعتبار انه بيقول لك الملعب الاتحاد الافريقي ما عملش انسبكشن عليه او ما عملش فحص للملعب، لان الملعب غير معتمد، مع انه ملعب جديد. يعني انت ده ملعب لسه هيفتتح، وملعب شكله جميل جدا، ولو شفت صوره ملعب مبهر جدا. وبعدين استبعدوا ملعب ديربان باعتبار ان الملعب ده غير معتمد برضه من جانب الاتحاد الافريقي. هو ماشي بخطوات، هو عارف بيعمل ايه بالظبط كده. فبقى في من الخمس ملاعب مين؟ السنغال والدار البيضاء.
اللعبه بقى اللي اتلعبت ان اوجستين سنجور اللي هو نائب رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد السنغالي راح جاي اوجستين سنجور قبل القرار النهائي راح سحب ورقه قال لك احنا انسحبنا خلاص من التنظيم. فبقى واقع الامر ان ما فيش غير مين اللي متقدم؟ الدار البيضاء، ملعب المركب محمد الخامس، كل الملاعب التانية ثلاثة استبعدوا لأسباب فنية وواحد انسحب من الملف بتاعه، فبقى مش فيه غير ملعب واحد. بما ان مفيش غير ملعب واحد يبقى الاتحاد الافريقي في واقع الامر بالحرفية بتاعته حمى نفسه حتى لو الامور تصاعدت الى المحكمة الرياضية الدولية او تصاعدت الى الفيفا، من السهل جدا ان الاتحاد الافريقي يثبت ان في النهاية عند التصويت كان في ملف واحد فقط. فشوف طيب الحرفية اللي هل 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 يعني هنا بوريدة ما كانش يعرف الكلام ده؟ هو صوت للمغرب لان اصلا مصر ما كانتش متقدمة، فصوت للمغرب وطبعا كان امور كانت معروفة، طبعا كانت معروفة ان احنا، انا كنت عارف في ديسمبر. هقول لك على حاجة بقى، اقول لك انا على حاجة بقى عشان تشوف بقى الامور اكتر. ان في ديسمبر اللي فات اما كان فتح باب التقدم، انا كنت كتبت كده ان فتح باب التقدم لصفقات النهائي، فعرفت بعد كده قال ان الخبر جاء من الاتحاد الكوره نفسه مش من بره. أيوة. ان مصر تتقدم لتنظيم نهائي الدوري ابطال افريقيا. الكلام ده في ديسمبر اللي فات في عصر اللجنه الثلاثيه. ازاي يطلع خبر رسمي ويتنشر في الصحف الكبيره ويتنشر في المواقع ان مصر تتقدم لتنظيم دوري ابطال افريقيا ومصر اصلا ما قدمتش ولا ورقه ولا ورقه حتى؟ يعني يعني هي دي النقطه اللي خدعت الجميع. يعني هم لما 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 انا يعني كنت عارف ان في خمس ملاعب، الملعب السادس بناء على كلام رسمي من اتحاد الكوره ان هو يقدمه للتنظيم، انا قلت ان هم ست ملاعب. بعد كده بسال في المكتب التنفيذي يعني من مصادري ان قال لك لا دول خمس ملفات بس، مصر اصلا لم تتقدم. فخد بالك من نقطة ان احنا كنا لم نتقدم، فخلاص انت بره السباق اصلا. يعني اللي هتصوت عليه انت بره السباق. ثانيا بقى برضو من ضمن الخدع اللي عملها الاتحاد الافريقي ان كان في اجتماع للمكتب التنفيذي يوم الاربعاء قبل الماضي، وكان هذا الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس، مش اجتماع لايف يعني، كان اجتماع فيديو كونفرنس. في هذا الاجتماع اللي عقد تم التصويت فعليا بحضور 19 عضو من اصل 21، يعني 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 تقريبا عضوين بس اللي غابوا، وتم التصويت لصالح ملعب مركب محمد الخامس ب 16 صوت مقابل 3 اصوات فقط لاستاد عبد الله واد في السنغال. التصويت ده لماذا لم يعلن في اي بلاتفورم من اي اي وسيله اعلاميه من وسائل الاعلام بتاعت الاتحاد الافريقي؟ ليه لم يعلن عبر اي منصه من منصات الاتحاد الافريقي؟ مش انت عامل اجتماع المفروض ان هو حتى المغاربه دلوقتي بيتمسكوا بيه ويقولوا قالوا نحن نتمسك بالتصويت اللي جرى في اجتماع المكتب التنفيذي.